مناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول السيد مضر حماد الأسعد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، كما ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. والبداية معك أستاذ فضل، بداية ما الذي يعنيه إغلاق معبر باب الهوى؟ يعني في خديعة عم تتم حقيقة، إنه ونحن تحدثنا عنها من العام الماضي إنه المساعدات بدها قرار من مجلس الأمن، وهذا الشيء غير صحيح. وهي الخديعة بلشت من 2014 لما طلع القرار 2166 بتموز 2014 إنه هذا القرار أخي بيسمح من مجلس الأمن إنه نحن بنسمح لكم تدخلوا مساعدات عبر الحدود. أمين قال إنه والله المساعدات عبر الحدود الأممية بدها قرار من مجلس الأمن، ما في نص ولا قانون دولي. طيب فإذا بس إنه نحن نحط الكرة بملعب روسيا وبملعب مجلس الأمن، هذا غير صحيح وهذا تضليل. هلأ مجلس الأمن طبعا هو سعيد لأنه هذا مجلس دكتاتوري ومجلس شمولي، هو كل ما وسعت له صلاحيات وعطيته أكثر أوكي، هلأ ما حدا بيعترض من بقية الأعضاء فيه، وبعدين بيصير أزمات مماثلة بيستخدموا نفس ما روسيا عم تستخدم، وروسيا مبسوطة طبعا لأنه هي عم تبتز بهالدول وما إلى ذلك. بس هذا من جانب. طيب أوكي، فين جانب منظمة الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة؟ ليش ما يقولوا أنه هذا ما بده قرار من مجلس الأمن وهذا قرار تعسفي وفي تأصيل قانوني للموضوع؟ يعني أول شيء ونحن تحدثنا عن ذلك بالتفاصيل، بس باختصار شديد يعني ما في ولا نص قانوني بيقول أنه القانون الدولي بالقانون الدولي كله أنه المساعدات عبر الحدود بحاجة وغير مسموح تدخل إلا بقرار من مجلس الأمن. لا، على الخلاف من ذلك، خلاف ذلك القانون العرفي بيقول إذا في كان يعني جهة محاصرة لجهة أخرى إدخال المساعدات، هذا يجب أن يكون إدخال المساعدات. النقطة الثالثة، وهذا وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، النقطة الثالثة هلأ هون بيجوا بيناقشوا بموضوع أنه الدولة لازم توافق. صح، هذا من ناحية يعني مثل ما بنقول نحن بالناحية الأولية، لكن إذا الدولة اعترضت بشكل تعسفي مين هي الدولة؟ يعني هي الدولة هي المسيطرة على نظام الأسد، هذا الاعتراض التعسفي هون ما له قيمة قانونية ويجب أن لا يؤخذ به. ليش عم يعترض نظام الأسد؟ لأنه هذا بيسرق المساعدات وعنده تاريخ بسرقة المساعدات، فما بناخذ فيها نحن يعني كقانونيين أنه هذا نعتبره حجز تعسفي. أيضا النقطة الرابعة، أنه هي المساعدات الأممية هي مساعدات حيادية، بمعنى أنه اللي عم تقوم فيها هي الأمم المتحدة وهي مؤسسة حيادية وهي مساعدات ليس التدخل بالنزاع. وهون بيجي يعني قرار محكمة العدل الدولية اللي حكت فيه ب86 وفصلت هذا الموضوع. أيضا هناك نقطة أخرى بهذا الإطار هي نقطة الحاجة الضرورة، وهذا اللي تحدث عنه التقرير وهذا اللي السؤال أيضا أشار له، لأنه في 3.5 مليون وفقا للأمم المتحدة نفسها، يعني وفقا لمنظمة يعني شؤون اللاجئين قالت أنه في 3.5 مشرد بقسريا بشمال غرب سوريا، وهدول رح يتضرروا بشكل صارخ، الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الوكالات الأخرى. معناتها هوني في أيضا نقطة إضافية هي الضرورة، وفي خطر جسيم على حياة هؤلاء في حال لم تدخل مساعدات طبية وغذائية. أرجو أن تبقى معنا أستاذ فضل، وأتحول إلى ضيفي من اسطنبول السيد مضر. أستاذ مضر، تقارير نشرت في الواشنطن بوست قالت إن إغلاق هذا الممر يأتي بفيتو روسي. لا أريد أن أتحدث عن الناحية القانونية هنا، ولكن أريد أن أتحدث عن المنحى الإنساني البحت. ما الذي يعنيه إغلاق هذا المعبر على أكثر من 3 ملايين سوري يعيشون ربما اعتمادا عليه؟ مساء الخير. لا شك بأن إغلاق معبر باب الهوى ومنع دخول المساعدات الإنسانية عن طريق تركيا حقيقة يعتبر كارثة إنسانية ستصيب الشعب السوري في شمال سوريا. حاليا يوجد حوالي 1275 مخيم، هذه المخيمات بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. كذلك يوجد حوالي 3.5 مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات والقرى، وأغلبهم من النازحين السوريين.
الذين جاءوا من مختلف المحافظات السورية، هؤلاء بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ولذلك حقيقة نحن نطالب المجتمع الدولي، نطالب الأمم المتحدة بفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي، لأن في ذلك حماية للأهالي، حماية للشعب السوري. اليوم الشعب السوري الذي يعيش في شمال سوريا، إذا كان في إدلب أو شمال حلب، يوجد حوالي تقريبا لا يقل عن 6 مليون نسمة الذين يعيشون في المخيمات، وكذلك الذين يعيشون في المدن والبلدات والقرى والمزارع. ولذلك المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة. روسيا تريد الابتزاز، تريد شرعنة النظام السوري. روسيا تريد أن تدخل المساعدات عن طريق النظام السوري، والجميع يعرف على أن النظام السوري هو يسرق لا يقل عن 90% من المساعدات التي تدخل إلى المناطق التي وبناء عليه. ما هو البديل أستاذ مضر؟ أستاذ مضر، ما هو البديل لحوالي أو لنحو أكثر من 3 ملايين مواطن سوري يعتمدون على هذا المعبر والمساعدات القادمة إليه؟ ما هو البديل بالنسبة لهم؟ نعم، البديل الوحيد هو فصل المسار الإنساني عن المسار السياسي، هذا أولا. ثانيا، تطبيق القرار 2118 بشكل مباشر وبشكل صحيح على أرض الواقع. كذلك وهو مهم جدا أن تكون المساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل عن طريق مفوضية اللاجئين بشكل مباشر، وليس عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن هناك دول لا يمكن أن ترضى بأن يعيش الشعب السوري. روسيا هي المساهمة رقم واحد في عملية نزوح وتهجير الشعب السوري. روسيا اليوم هي التي قامت بتدمير المستشفيات والنقاط الطبية والمدارس ومحطات المياه والكهرباء، وكذلك المستودعات، مستودعات المواد الإغاثية والإنسانية. ولذلك لا يمكن أن ترضى بأن تدخل مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا بعيدا عن ابتزازها وبعيدا عن موافقتها. ولذلك الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة. كذلك نحن نتمنى من المجموعة العربية الموجودة في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة بأن تعمل على الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى الشعب السوري، بدون المرور إلى الفيتو الروسي، وبدون المرور حتى إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، لأن في ذلك هو خطأ جسيم جدا يرتكب بحق الشعب السوري حاليا، وخاصة الموجود في شمال سوريا وفي المخيمات العشوائية وفي مخيم الركبان. حاليا مخيم الركبان منذ حوالي أكثر من 6 أشهر لم تدخل إليه مساعدات نهائيا، حتى النقطة الطبية الموجودة داخل الحدود الأردنية تم إغلاقها. ولذلك نحن نؤكد للمرة الثانية. كم عدد اللاجئين في هذا المخيم أستاذ مضر؟ نعم، يوجد حوالي 12 ألف نسمة في مخيم الركبان، أي حوالي 3800 عائلة. هذا المخيم موجود في صحراء قاحلة، بالحقيقة هو يعاني الأمرين، يعاني من حرارة الطقس في الصيف، من البرد الشديد جدا في الشتاء، يعاني من النقص الواضح في المواد الإغاثية والإنسانية والطبية، وعدم وجود أي شيء يدل على الحياة في هذا المخيم. ورغم ذلك نجد بأن هناك حصار كبير جدا على هذا المخيم من قبل روسيا، من قبل الصين، من قبل الفيتو الصيني، الفيتو الروسي، من قبل الميليشيات الإيرانية والعراقية. نعم، من قبل معنا النظام السوري. نعم، أرجو أن تبقى معنا السيد مضر، وأعود إليك أستاذ فضل. أستاذ فضل، إذا تصريحات لمسؤولين روسيين تفيد بأن موسكو تريد ثمنا سياسيا واقتصاديا مقابل تمرير القرار في مجلس الأمن في الشهر المقبل، برأيكم ما هو الثمن الذي تريده روسيا؟ روسيا أول شيء عم تقول إنه خففوا علينا عقوبات قيصر أو لا تفرضوها على يعني شركات روسية. وروسيا أيضا تريد يعني وقت النظام اللي عم يستفيد من هاي المساعدات فيها أيضا فائدة لروسيا، لأنه روسيا وهي عم تنهب أيضا خيرات وموارد الشعب السوري. أيضا روسيا هي من الناحية السياسية هي عم تظهر دائما أنه الملف السوري عندي، أي تفصيل فيه هو بدكم تفاوضونا نحن، وهي بالتالي عم تقعد مع الأمريكان وعم تقعد مع الأوروبيين بهذا الإطار. وهي ما كانت تحلم انه يعني توصل لهي المراحل، ان هلا عم صارت المفاوضات، بس انه موضوع ادخال مساعدات، وانه عم ينطلب يعني الرئيس الامريكي عم يطلب من الرئيس الروسي هذا الموضوع. طبعا هذا بالنسبه لروسيا
شغلة عظيمة جدا يعني. ويعني هذا الموضوع طبعا الروس هن مستفيدين من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية بشكل أساسي مثل ما أشرت قانون فيصل. نعم قانونيا أستاذ فضل ثمت إشكالية هنا، الانتخابات الروسية عفوا الانتخابات السورية التي فاز بها بشار الأسد مؤخرا بيّنت للناس وبيّنت للعالم أجمع تنازل النظام السوري ربما عن مناطق عدة في سوريا، وبناء عليه لا يكون التواجد الروسي والتحكم الروسي إن صحت العبارة في الملف السوري لا يملك أي سلطة قانونية ولا يملك أي صبغة شرعية، أليس كذلك؟ طبعا التدخل الروسي هو مطعون بشرعيته وليس مسلم به يعني، وأنا بتأسف أنه البعض حتى من بعض المختصين عم يسلموا بكل الأمور يعني. أنا أذكر نقاش العام الماضي مع أحد المفروض أنه هو مختص وعبر التلفاز، وأنا قلت أنه هي ما أنا بحاجة لقرار مجلس أمن، بيطلع طالب من واشنطن أو بيطلع شخص من واشنطن بيقول لك أنه لا هي لازم قرار مجلس أمن. وهذا نفس الشيء التدخل الروسي، منقول نحن هذا مطعون بشرعيته، تدخل غير شرعي غير قانوني من أساس من أيلول 2015 لعدة اعتبارات، أهمها أن الروس هن النظام مرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتتدخلوا معناتها عم يدعموا هاي الجرائم، هي أهم نقطة. الآن الانتخابات الرئاسية هي كل دول العالم الديمقراطية والحضارية قالت هي انتخابات غير شرعية، طبعا هي غير شرعية، ولأنه هي استندت ونحن ذكرنا أنه هي انتخابات غير شرعية لأنه هي عبارة عن مسرحية تمت بالحديد والنار من قبل، ولكن حتى لو سلمنا بشرعية هذه الانتخابات أستاذ فضل أنا أتحدث من ناحية قانونية صرفة، حتى وإن سلمنا بشرعية نعم هذه قانونية صرفة أنا نعم أتحدث حتى قانوني وإن صرف. سلمنا عفوا حتى وإن سلمنا ناحية قانونية أتحدث نعم فقط اسمح لي، حتى وإن سلمنا بأن هذه الانتخابات هي انتخابات شرعية، بشار الأسد قالها بصريح العبارة أنه أن السلطة السورية الحالية تنازلت عن مناطق كثيرة في سوريا، وحتى الانتخابات لم تجري على القطر السوري بالكامل والحدود الجغرافية السورية بالكامل، وبناء عليه تكون هذه السلطة السورية لا محل لها من الإعراب في تلك المناطق التي تنازلت عنها، وبناء عليه يكون هذا التدخل الروسي أصلا غير شرعي، يكون بمثابة احتلال، أليس كذلك قانونيا أنا أتحدث؟ نعم قانونيا أنه انتخابات غير شرعية، وهي حصلت وأحد أسباب عدم شرعيتها اللي تفضلت فيه حضرتك أنه حصلت يعني أنت عم تحكم على جزء من سوريا، وهذا اللي أنت حضرتك كنت عم تقوله، أنت حاكم على جزء من سوريا، بقية الأجزاء أنت لست حاكم عليها لأنه أنت أجريت انتخابات بس هون. لكن هو بده حتى هذيك الأجزاء اللي هو ممسك هو عم يقصفها، وهو ايضا بده يتحكم بالمساعدات اللي عم تدخل إلا حتى يبتزها وحتى يهينها وحتى يزلها. نحن عندنا تجربه، طيب اغلقوا معبر العربيه، شو صار؟ معبر العربيه اللي على العراق صارت المساعدات بدها تروح على شمال شرق سوريا اللي مسيطر عليها البي واي دي قسد، هون تمر عن طريق دمشق، شفنا نحن النظام سرق نسبه كبرى من هي المساعدات اللي كانت توصل بنص ساعه تعبر من العراق توصل لسوريا، هلا بتتم اشهر طويله وبيتحكم بكميتها اذا اعطاهم اياها، وبيسرق باقي وبيبيعه بالسوق. نعم. وهو انشا مؤسسات اصلا تابعه لاجهزه الامن، وخلى الامم المتحده والمؤسسات الدوليه فرض انه تتعامل مع هي المؤسسات حصرا، فهو نظام عصاباتي مافيوزي. نعم. هيك عم يتعامل. ساعود اليك استاذ فضل واعود مجددا الى السيد مضر. أستاذ مضر إذا ثم التقارب السياسي مؤخرا شهدناه بين تركيا من جهة وروسيا من جهة أخرى، برأيكم هل سيكون معبر باب الهوى على وجه التحديد والقضية السورية عموما نقطة يمكن للسياسة الخارجية التركية أن تتفاوض من أجلها مع الروس، سيما وأن تركيا من المعروف أنها الدولة ربما الوحيدة التي ساندت القضية السورية وقضية اللاجئين القادمين من سوريا؟ نعم لا شك بأن تركيا قد تحملت بشكل كبير جدا القضية السورية وما يعاني الشعب السوري في داخل سوريا أو في تركيا، ولكن أنا يعني من خلال وجهة نظري بأن هناك نوع من الخلاف ظهر في الفترة الأخيرة بين تركيا وبين روسيا،
روسيا حاليا بسبب هذا الخلاف هي تريد أن تضغط على تركيا من خلال الضغط على الشعب السوري في إدلب أو في شمال سوريا، أو من خلال إغلاق معبر باب الهوى. تركيا لا يمكن أن تبتز من هذا الموضوع، لأن تركيا هي بالأساس من تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب السوري من خلال المنظمات التركية الكثيرة، ومن خلال الأهالي، ومن خلال الجمعيات التركية. ولذلك يعني الموضوع أصبح شد وربط، روسيا تريد أن تستفيد سياسيا من هذا الموضوع. تركيا هي تبحث عن حل إنساني من أجل معالجة ما يتعرض له الشعب السوري في شمال سوريا وفي إدلب. حاليا روسيا في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة حقيقة ساهمت في ارتكاب مجازر كبيرة جدا في إدلب أو في شمال سوريا من خلال القصف العشوائي أو القصف المركز، من خلال تدمير النقاط الطبية، وكذلك قصف المدارس، وقصف حتى أنهم قاموا بقصف المخيمات في سوريا. تخيل يعني، تخيل الطائرات، طائرات روسيا تقوم بقصف مخيمات الفقراء، وأغلب من يسكن في هذه المخيمات هم من النساء، من الأطفال، من الشيوخ، من المرضى. يعني بصراحة الوضع سيء جدا. ولذلك بعد أن قامت تركيا بمنع إجراء الانتخابات في شمال سوريا أو في تركيا، حاليا روسيا أخذت على خاطرها من ذلك. نعم. من أجل مساعدة نظام الأسد، لذلك هي تضغط على تركيا من خلال قطع إدخال المساعدات ووقف إدخال المساعدات إلى الشمال السوري. ورغم ذلك أستطيع أن أقول بأن هناك العشرات من المنظمات التركية والعربية، بعضها من الخليج أو من بعض الدول الإسلامية، هي تقوم بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. نعم. بعيدا عن مجلس الأمن أو عن الأمم المتحدة، لأنهم ينظرون. نعم. إلى المواطن السوري من النظرة الإنسانية وليس. نعم. السياسية. نعم. بالحديث حول المساعدات القادمة من الدول العربية، كيف تقيمون أستاذ مضر يعني تعامل الجيران تحديدا العرب لسوريا؟ الحديث حول لبنان والعراق والأردن، أتحدث سياسيا وحتى على المستوى الإنساني، ماذا قدمت هذه الدول سياسيا لمعالجة وحل الأزمة السورية، وماذا قدمت حتى على المستوى الإنساني؟ نعم، لا شك بأن لبنان لها وضع خاص. لبنان حقيقة هي ضد وجود اللاجئين السوريين. لبنان أقصد فيه حزب الله والميليشيات الإيرانية، وحتى الجيش اللبناني المسير من قبل حزب الله، والمسير من قبل النظام السوري، والمسير من قبل إيران. وبالأمس بالتحديد، بالأمس في منطقة زحلة تم طرد اللاجئين السوريين من أحد المخيمات، وتم حقيقة ردم المخيم. يعني تخيل، تم ردم المخيم وحرق المخيم وطرد الأهالي، وأصبحوا في العراء. وبالإضافة إلى المداهمات اليومية للمخيمات، بالإضافة إلى سرقة المواد الإغاثية والإنسانية وحتى المادية من قبل بعض المنظمات التابعة لحزب الله والتابعة لإيران أو النظام السوري، والتي تعمل في 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 لبنان، رغم أن هناك بعض الدول العربية تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ومادية للمخيمات السورية في لبنان، إذا كانت من الإمارات أو من البحرين ومن السعودية ومن قطر والكويت، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المنظمات الإسلامية الأخرى. هذا بالنسبة للبنان. ولذلك نحن نتمنى من الجامعة العربية ونتمنى من الأمم المتحدة بالتدخل من أجل إنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان. حاليا السجون اللبنانية مليئة بالشباب السوريين الذين يرفضون العودة إلى نظام الأسد من أجل تجنيدهم من خلال التجنيد الإجباري والقسري، أو لأنهم يعني حقيقة هم النظام يبحث عنهم جنائيا ويبحث عنهم سياسيا. هذه نقطة. بالنسبة للأردن، حقيقة نحن لنا عتب كبير على الأردن. الأردن كان يجب أن يقف مع الثورة السورية. أكثر من ذلك، الشعب الأردني لم يقصر، الحكومة الأردنية لم تقصر، ولكن نحن نطلب من الأردن أكثر من ذلك، وخاصة في مسألة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخيم الركبان. مخيم الركبان الذي يقع بالقرب من الحدود الأردنية، نتمنى فتح بوابة من أجل إدخال حالات المرضى والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. بينما العراق حقيقة هو لم يقم بإدخال مساعدات إنسانية، بل قام بإدخال المرتزقة، قام بإدخال الأسلحة. هو من ساهم في قتل الشعب السوري، في تدمير سوريا، في نشر الإرهاب، في نشر القتل، في عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تتم. نعم. الميليشيات العراقية أو الميليشيات الإيرانية التي جندت مرتزقة من العراق هي التي استباحت الأرض السورية. لا شك بأن وجود اللاجئين في كردستان العراق حقيقة وضعهم جيد،
وهناك دعم كبير جدا من قبل حكومة كردستان اتجاههم. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتركيا، الجميع يعرف ما قدمته تركيا وما قامت به تركيا من تقديم مساعدات كبيرة جدا للاجئين السوريين في تركيا وفي داخل سوريا، في رأس العين وتل حلف وتل أبيض، وكذلك في إعزاز والراعي والباب وجنديرس، وحتى في سرمدة وفي إدلب وفي حارم وبقية المناطق المحررة في شمال سوريا بشكل كامل. نعم، أعود إليك أستاذ فضل وأختم معك هذا المحور. برأيكم في عجالة لو تكرمتم، من يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي في سوريا؟ يعني يتحمل عدة أطراف. الطرف الأساسي هو النظام السوري اللي هو شرد المواطنين وحليفه الروسي اللي عم يدافع عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو اللي تسبب بتشريد 13 مليون مواطن سوري. هلا اللي بداخل سوريا حوالي 6.5، بس في مشردين، اللاجئين هم مشردين أيضا، ودمار منازلهم، وتوصلت إليه الحالة الكارثية بسوريا من يعني انعدام تقريبا للعملية التعليمية وتدمير المراكز الطبية وما إلى ذلك. بالنسبة الآن يعني لم يكتفي النظام السوري والروس بتشريد المواطنين بقصف منازلهم، لا، هو حتى بده يحرمهم من المساعدات، وهذا تفكير بالحقيقة مافيوزي، لأنه يعني بده يمنع عنهم المساعدات اللي تبقيهم على قيد الحياة أو يعطيهم الحد الأدنى منها حتى يقتتلوا بين بعضهم. يعني هي استراتيجية الحصار. الآن المخرج كما ذكرت أنه ما المفروض أنه يرجع، لازم يرجع ينعاد النقاش والتأصيل القانوني لهذا الموضوع، وهون يتدخل الأمين العام للأمم المتحدة وحتى يعني أنه ينطرح أنه هي ما بدها قرار مجلس أمن. أما عن المساعدات غير أممية من أي دولة بالعالم، هي ما بدها موافقة يا أخي. نحن بس هون عم نحكي عن المساعدات الأممية، يعني فيها أي منظمة أوكسفام أو غيرها فيها تدخل وتطلع قد ما بدها وتدخل مساعدات، والدول فيها تتبرع لهي المنظمات المحلية أو الدولية فينا ندخل. نحن بس هون عم نحكي للتوضيح للمشاهد أنه هي بس المساعدات الأممية حصرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة. والشكر كذلك موصول للأستاذ مضر حماد، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة التركية إسطنبول.